بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك عزيزي الدارس إلى هذا اللقاء السابع من مقرر مادة أصول الفقه، والذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه إلى الفهم وإلى العمل بما نعلم. عزيزي الدارس، تكلمنا في اللقاء السابق عن الأدلة الشرعية، وتحدثنا عن القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم تكلمنا في اللقاء الذي يليه عن الإجماع وشرع من قبلنا. في هذا اللقاء سنتكلم عن دليل واحد من الأدلة الشرعية، وهو القياس، وهو أول الأدلة العقلية. ونتحدث عن القياس في هذه الوحدة منفردا لأهمية هذا الدليل. وبعد هذا اللقاء ينبغي عزيزي الدارس أن تكون قادرا على أن تعرف معنى القياس، وأن تميز بين أركان القياس، أيضا أن تبرهن على حجية القياس، هل هو حجة أو لا، أن تعدد شروط القياس، وأن تبين طرق معرفة العلة، ما هي العلة وما هي طرقها ومسالكها. كل هذا سيكون في هذا اللقاء. أولا القياس. القياس في اللغة يطلق على إطلاقين. الشيء الأول يطلق على تقدير شيء بشيء، أن تقدر هذا الشيء بهذا فيسمى قياس، تقيس هذا بهذا. ويطلق أيضا على المقارنة، وليس التقدير، المقارنة شيء بغيره، فلان أطول من فلان، معنى تقيس وعلي، هذا يسمى قياس. ثم شاع في الاستعمال على أنه التسوية بين الشيئين، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فقد عرف بتعريفين، كل تعريف له تأثر بالتعريف اللغوي. أولا، التعريف الأول هو إلحاق فرع بأصل. طبعا في القياس عندنا أصل وفي فرع. الفرع، إلحاق الفرع بالأصل في الحكم الثابت للأصل، لاشتراكهما في علة الحكم، هذا تعريف. إذن هو إلحاق. التعريف الثاني التسوية، مساواة فرع لأصل في الحكم الشرعي لاشتراكهما في علة الحكم. نلاحظ من خلال التعريفين في الاصطلاح أن التعريف الأول جعل القياس اسم لفعل المجتهد، إلحاق، ما الذي يقوم بإلحاق الفرع بالأصل؟ المجتهد. فالقياس جعل لفعل المجتهد الذي ينظر في المسألة غير المنصوص عليها، بمعنى أن يلحق الفرع بالأصل. في التعريف الثاني جعل القياس اسم للتساوي، هو المساواة الذي هو بين الفرع والأصل الاشتراكي في الحكم لاشتراكهما في العلة، بمعنى سواء تفطن لذلك المجتهد فاستدل بها أو لم يتفطن، فالمساواة هي القياس. وهذا هو الخلاف بين التعريف الأول والتعريف الثاني. حجية القياس، هل القياس حجة أو ليس بحجة؟ وقع الاتفاق بين العلماء قاطبة على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية، وأيضا القياس الصادر من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا حجة بلا خلاف، لكن غير ذلك من القياس الشرعي اختلف العلماء فيه إلى قولين. ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام، وخالف في ذلك الفريق الآخر وأنكروا القياس، ومنهم ابن حزم الظاهري، وقالوا القياس ليس بحجة. ما أدلتهم؟ أدلة الفريق الأول القائلين بأن القياس حجة، أول دليل قول الله عز وجل، آيات وردت كثيرة منها قول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار. ما وجه الدلالة؟ الاعتبار أن الله عز وجل وجه أصحاب العقول إلى أخذ العبرة من غيرهم، بمعنى قياس ما حدث لغيرهم بما سيحدث لهم حتى يأخذ العبرة. فدلتنا الآية على القياس، أنك تقيس ما حدث للغير فتعتبر قبل أن يحدث بك ما حدث بهم. الآية الثانية قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، فقاس بداية الخلق على الإعادة يوم القيامة، فهذا هو فيه دليل على القياس. أيضا روي أن امرأة خثعمية أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت أبي، إن أبي كان شيخا كبيرا في السن، أدركه الحج ولا يستمسك على الراحلة، بمعنى لا يستطيع أن يقف على الراحلة، فيجزئني أن أحج عنه، أنا أحج عنه بعد أن توفي.
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين عليه دين فقضيته أما كان يجزي؟ أوكي. قالت: بلى. قال: فدين الله أحق وأولى. إذا شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قاس الدين بالحج، فما دام يجوز قضاء الدين فيجوز أن تقضي عليه الحج، لأن الحج هو دين لله عز وجل. من أدلتهم أيضا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قاس من عملها في حرام قضى شهوته في حرام فعليه إثم، فمن قضاها في حلال فله أجر. فهذا هو القياس. أيضا من أدلتهم ما روي أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، بمعنى أنا لست بأسود وزوجتي ليست سوداء، ولكنها جاءت بغلام أسود، بمعنى يريد أن يعرض للنبي عليه الصلاة والسلام أن ينفيه أنه ليس ولده وأنها قد ارتكبت الزنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، معنى هي ألوانها حمراء. قال النبي: هل فيها من أورق؟ بمعنى اللون الأسود المائل للبياض. من هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقة. قال: فأنى ذلك؟ فأنى جاءها؟ كيف جاء ذلك الغلام الأورق من إبل حمراء؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق، أي من آبائه أو أجداده من كان بذلك اللون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا لعل عرقا نزعه. وفي هذا قياس، قاس الإبل بما حدث لولد ذلك الرجل. أيضا من أدلتهم على حجية القياس أنه لو لم يشرع القياس لأفضى إلى خلو كثير من الوقائع من الأحكام، لأن النصوص محصورة بينما الوقائع غير محصورة، وخلو هذه الحوادث من الأحكام قصور في حق الشريعة، ولذلك لابد أن يكون فيها أحكام مما نحتاج فيه إلى القياس. وإليك عزيزي الدارس هذا التدريب، ما الفرق بين تعريفي القياس في الاصطلاح؟ لدينا تعريفان في القياس، الإلحاق فرع بأصل أو المساواة، ما هو الفرق بينهما؟ السؤال الثاني: ممن ذهب إلى عدم حجية القياس، اذكر لي اسم عالم من العلماء ممن يقول بأن القياس ليس بحجة. أيضا من الأدلة على حجية القياس قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فما وجه الاستدلال في ذلك؟ الآن ننتقل عزيزي الدارس إلى أركان القياس. أركان، ما هو الركن؟ ركن الشيء جانبه الأقوى. قد أخذنا سابقا هناك أركان للإجماع وأركان كذا، وأخذنا الفرق بين الركن والشرط. الركن هو جانبه الأقوى، في الإصطلاح هو ما يتم به الشيء ويكون داخلا في الماهية، بمعنى في ذات الشيء، بينما قلنا أن الشرط خارج عن الماهية. طبعا في القياس، القياس له أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو الذي ورد فيه الحكم، الذي ورد فيه النص الشرعي. حتى يكون واضحا سنذكر لكم مثال: لدينا الخمر ورد فيه نص بأنه محرم، ولدينا النبيذ الذي هو نبيذ التمر أو نبيذ فهذا النبيذ لم يرد فيه النص أنه محرم، فالخمر يسمى أصل وهو الذي ورد فيه النص. الفرع الذي هو النبيذ وهو ما لم يرد فيه النص. حكم الأصل بمعنى ما هو حكم الخمر الذي هو الحرمة، هو الحكم الشرعي الذي ورد به النص. العلة بمعنى ما هو الوصف الجامع بين الأصل والفرع، الوصف الذي لماذا حرم الخمر؟ لأنه يسكر. إذن ما دام النبيذ يسكر إذن فهو محرم، فالعلة هو الوصف الذي بني عليه حكم الأصل، وبناء على وجوده في الفرع سيأخذ حكم الأصل وسيسوى به. إذن فهذا هو الأركان. الآن عزيز الدارس في هذا التدريب، أتمنى منك أن تأتي لنا بالخمر تقيسه وحكمه الشرعي للحرمة، وتقيس عليه المخدرات. ما هي أركان القياس في هذه العبارة؟ قياس المخدرات على الخمر في التحريم، هذه العبارة، قياس المخدرات على الخمر في التحريم،
ما هي أركان القياس في هذه العبارة؟ الآن سنأتي إلى كل ركن من هذه الأركان ونوضحه ونذكر شروطه. أولاً الأصل الذي هو الخمر كمثال، ما هي شروط الأصل هذا؟ لديه شرط واحد فقط، وهو ألا يكون فرع لأصل آخر. معنى لا يكون مثلاً نأتي نقول لدينا الخمر محرم ولدينا نبيذ التمر محرم قياساً على الخمر، ثم نأتي للمخدرات ونقيسها على نبيذ التمر، لا، لأن نبيذ التمر هذا هو فرع لأصل آخر، بل نقيسها على الأصل الذي هو الخمر. فألا يكون فرع لأصل آخر، وأن يثبت، بمعنى أن يثبت الحكم لهذا الأصل بنص أو إجماع. يعني لابد أن يكون فيه دليل وحكم ثبت بالنص ولم يثبت بقياس. الثاني عندنا الفرع. الفرع لديه شرطان أساسيان، أولا أن تكون فيها العلة الموجودة في الأصل، أن يوجد في الفرع علة نفس العلة الموجودة في الأصل. أيضا في الفرع يشترط ألا يكون فيه نص على حكمه غير منصوص على حكمه. لو كان منصوصا على حكمه لما احتجنا إلى القياس، لأننا سنأخذ النص. إذن شرطان أساسيان، أن تكون العلة فيه هي نفس العلة الموجودة في الأصل، أيضا أن لا يأتي لديه دليل أو نص على حكمه. هذا شروط الفرع شرطان. عندنا شروط حكم الأصل، مثلا حكم الخمر التحريم. فالحكم الذي هو حكم الأصل لديه أربع شروط. أولا أن يكون الحكم شرعيا عمليا، معنى لا يكون من الأحكام الاعتقادية لأنه لا يقاس عليها أو التعبدية، معنى يكون الحكم من الأحكام الشرعية العملية التي للمكلف. الثاني أن يكون الحكم باقي غير منسوخ، فإذا نسخ فلا يقاس عليه. الشرط الثالث أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، معنى أن يكون ثبوته بالنص وليس بالقياس. الشرط الرابع أن يكون حكم الأصل معقول المعنى، بمعنى نعرف ما هي علته، لماذا حرم ذلك، لماذا كان ذلك واجبا، بمعنى الحكم الأصل أن يكون معقول المعنى، بمعنى أن ندرك علته. هذه هي شروط حكم الأصل، أربع شروط. بقي الأخير العلة، ولديها أربع شروط سنأتي لتفصيلاتها. شروط العلة، الشرط الأول في العلة أن تكون العلة وصفا ظاهرا، بمعنى وصف ظاهر وليس خفي، بمعنى يمكن أن نتحقق من وجودها في الأصل وفي الفرع. بمعنى لو لم تكن تلك العلة ظاهرة أو مخفية فلا يمكن أن تكون علة يعمل بها. أن تكون أيضا ليس ظاهرا فقط، أن تكون وصفا منضبط، بمعنى لا يختلف باختلاف الأشخاص. فلو اختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة لما قبلت بذلك. مثلا لو قلنا أن العلة للإفطار للمسافر هي المشقة التعب، فالمشقة تختلف من شخص إلى آخر، قد يتعب ذلك الشخص وذاك الآخر لا يتعب، فالمشقة ليست منضبطة بل تختلف من شخص إلى آخر حسب قوته حسب صحته. بينما جعلت العلة للإفطار في السفر هي ذات السفر، يقول لك علة الإفطار هي السفر لأنها منضبطة تتحقق في الكبير وفي الصغير وفي الرجل وفي المرأة، معنى لا تختلف، وهذا معنى أنها وصفا منضبط. الشرط الثالث أن تكون العلة وصف مناسب للحكم، بمعنى أن إذا ربطنا الحكمة لماذا حرم ذلك الشيء، لماذا هذا الحكم لهذا الأصل، أن تكون هذه العلة مناسبة لذلك الحكم، بمعنى أنها مظنة تحقيق ذلك. مثلا الأوصاف الطردية الاتفاقية لا يؤخذ بها. لو قلنا لماذا حرم الخمر، حرم لعلة الإسكار، يعني لأنه يذهب العقل، بمعنى فهذه العلة متى ما وجد الخمر وجدت العلة وهي مناسبة للتحريم، ولا يعلل الخمر بالأوصاف الطردية. مثلا لونه، حرم الخمر لأن لونه أحمر لأنه سائل، هذه اسمها أوصاف طردية، فهذه لا يؤخذ بها. فالعلة هي وصف، ولكن ينبغي أن تكون وصفا مناسب للحكم الذي ورد به. الشرط الأخير أن تكون العلة وصفا متعديا، معنى ليست قاصر على الأصل، معنى أن توجد العلة في الأصل وتوجد أيضا في الفرع، فلو لم تتعدى العلة وتوجد في الفرع لما كانت علة ولا ما أخذ بذلك القياس. إليك هذا التدريب عزيزي الدارس، وهو التدريب الثالث. قطع
يد السارق حكم شرعي، ما هي العلة؟ العلة هي السرقة، علة قطع اليد السرقة، وصف مناسب وانطبقت عليه. لماذا لا يصح التعليل بكون السارق غني أو أنه فقير أو ذا جاه أو لأنه بدوي أو لأن المسروق منه فقير؟ لماذا لم يصح التعليل بهذه الأوصاف وإنما صح التعليل بالسرقة؟ علل ذلك. أيضا من أركان القياس، اختر الإجابة الصحيحة. أركان القياس، هل من أركانها الإجماع أو السبر والتقسيم أو حكم الأصل؟ ما هو الذي يعد من أركان القياس؟ سأتي لك بعبارة صححها، عبارة خاطئة مطلوب منك أن تصححها. يشترط في الفرع وجود دليل صحيح صريح فيه. صحح هذا، يشترط في الفرع وجود دليل صحيح صريح فيه. إذن هذه هي أركان القياس، وهي أن يوجد الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة الجامعة بين الأصل والفرع. كيف نعرف العلة؟ ما هي مسالك العلة أو الطرق التي نعرف بها العلة؟ أول مسلك، معنى المسالك، المسلك هو الطريق. أول طريقة لمعرفة العلة أن يرد فيها النص، بمعنى أن يوجد في النص الشرعي ما يدل على تلك العلة. طبعا دلالة النص على العلة نوعين، إما أن تكون الدلالة عليها صراحة وإما أن تكون بنص غير صريح. كيف ذلك؟ الدلالة على العلة بالنص الصريح الذي لا يحتمل غير العلة، قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل، بمعنى من أجل ذلك، بمعنى العلة أننا كتبنا على بني إسرائيل هذا الحكم، هذا الشيء معنى هذه، فالدلالة صريحة من أجل ذلك. إنما نهيتكم لأجل الدافة، عندما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي قال: إنما نهيتكم لأجل الدافة، أي الناس الذي وردوا إلى المدينة. فهذه العلة وردت صراحة لأجل كذا. طبعا أحيانا قد ترد العلة في نص غير صريح، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة، قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فهذه الهرة ليست بنجس، ما هي العلة؟ لأنها من تطوف على الناس بكثرة وتدخل إلى بيوتهم، فهذا غير صحيح، غير صريح في العلية، وإنما فيها إيماء أو فيها إشارة إلى ذلك. من طرق مسالك العلة الإجماع، ولذلك المراد بثبوت العلة بالإجماع أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علة كذا. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ ما هي العلة؟ أجمعت الأمة، أجمع العلماء على أن العلة أن القلب يكون مشغول، القلب القاضي يكون مشغول، بمعنى يكون مشغولا بالغضب أو بما أثار غضبه، فيكون قضاءه غير صحيح. ولذلك قاسوا عليه إذا كان شديد الجوع أو العطش أو مريضا، أو بمعنى هذه العلة شغل القلب اتفقوا عليها. بمعنى ما الذي حدد هذه العلة؟ الإجماع. طبعا هو نوعان، إما أن يجمعوا على علة معينة، مثل أيضا ولاية المال بالصغر، بمعنى الولاية على الصغير لأنه صغير، العلة لأنه صغير، فهذا فيه إجماع. أو أن يجمعوا على أن هذا الحكم له علة ولكن يختلفوا ما هي. مثلا أجمع العلماء، أجمع السلف على أن الربا في الأصناف الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، على أن هذه الأربعة لها علة، لكن اختلفوا هل هي لأنها قوت، من العلماء من قال لأنها قوت أو لأنها تدخر أو لأنها، فهم اتفقوا بإجماع على أن لها علة ولكن اختلفوا. إذن الإجماع قد يكون على تحديد العلة أو على أن أصل الحكم معلل، ولكن يختلفوا في نوعية العلة. هذا المسلك الثاني، الإجماع. المسلك الثالث، الإيماء، معنى ليس صراحة، بمعنى الإيماء الإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين، أو هذا معناه في اللغة، بينما هنا أن يفهم التعليل من لازم النص، معنى مش ليس من وضعه للتعليل، معنى ليس نصا صريحا وإنما من لازم من اللوازم التي تدل عليه. وهذا حاصل
أنه يمتنع أن تكون هذا ورد عبث وإنما لفائدة. نذكر أمثلة على ذلك. مثلا إذا ترتب الحكم على الوصف بالفاء عندما قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لم يقل العلة السرقة، معنى ليس نصا صريحا لأجل أنهم سرقوا، وإنما فيه إيماء على أن العلة هي السرقة. الثاني أن يأتي الحكم جواب على سؤال سائل، لماذا كذا؟ فيقول لأنه كذا، فتكون هذه الإجابة علة بالإيماء وليس بالذكر صراحة أنها علة. أو أن يعلق الشارع الحكم على وصف لو لم يجعل علة لما كانت في ذكره فائدة، معنى إذا لم يجعل هذه علة فالكلام لا فائدة منه، والشارع يعزد، يعني بمعنى أن الشارع الكريم يصان كلامه عن العبث وأنه ذكرها بدون فائدة. الرابع أن يذكر الشارع مع الحكم وصف مناسب لأن يكون علة للحكم، مثلا عندما قال النبي لا يقضي القاضي وهو غضبان، بمعنى ذكر الوصف المناسب وهو الغضب الذي يؤدي إلى شغل القلب، فذكره لذلك الوصف المناسب يشعرنا بأن التعليل بمعنى بالإيماء وليس بالذكر صراحة. الأخير الذي هو ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بمعنى جعلت التقوى سببا أو علة لأجل أن الله عز وجل يجعل له مخرج مما فيه وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء. الطريقة الرابعة من طرق معرفة العلة السبر والتقسيم. السبر في اللغة هو روز الأمر وتعرف قدره، بمعنى أنك تقدر ذلك الأمر، والتقسيم يدل على تجزئة الشيء. طبعا في الإصطلاح معنى السبر والتقسيم أن تحصر الأوصاف، أوصاف الأصل، تأتي بالأصل وتحصر أوصافه ثم تبطل ما لا يصلح أن يكون علة فيتعين الباقي. طبعا هذا مبني على شيئين الذي هو السبر والتقسيم، التقسيم الذي هو حصر الأوصاف المحل، والسبر الذي هو إبطال بمعنى الاختبار. السبر بمعنى الاختبار، أن تختبر ما هو الذي يصلح أن يكون وصف. مثال ليتضح به ذلك، يقول قائل حرم النبي عليه الصلاة والسلام بيع البر بالبر متفاضلا، النبي عليه الصلاة والسلام حرم بيع البر بالبر متفاضلا، بمعنى هذا بر جودته ممتازة وهذا ضعيف، هذا سيكون منه القدح قدح ونص من ذلك الضعيف، لا، ما دام كله بر فلا يجوز أن يباع متفاضلا وإنما يتساوى، أو أن يبيع ذلك ثم يشتري. فبيع البر بالبر متفاضلا هذا محرم لأنه ربا. ما هي العلة؟ إذن هنا سيختلف، يقول قائل العلة أنها مطعومات، أنها من الأكل، يقول آخر لا، لأنها من المكيلات، لأنها تكال، يقول آخر لا، بل لأنها قوت وأنها تدخر، يستطيع الإنسان أن يدخرها. ثم يبدأ يأتي بأوصاف، يأتي مثلا للإدخار والقوت، يقول لا، هناك من القوت ما يدخر ولا يصلح أن يكون، ولم ينهى الشرع على أن يباع متفاضلا. الكيل هناك من المكيلات ما لم ينهى الشرع أن يكون متفاضلا. يبدأ يبطل هذه الأوصاف فيبقى له أحد هذه الأوصاف فيكون هو العلة. إذن فالتقسيم أن تأتي بكل الأوصاف التي يمكن أن تكون علة، ثم السبر أن تأتي لهذه، هذه لا تصلح وهذه لا تصلح، تختبرها حتى تأتي بالوصف الذي هو يكون أنسب لأن يكون علة لذلك. في هذا السبر والتقسيم شروط. أولا يشترط أن يكون التقسيم حاصر، بمعنى لا تترك وصفا مما يصلح أن يكون علة إلا وتذكره، لا تتخير بعض الأوصاف بل تذكر جميع الأوصاف الممكنة أن تكون علة. الثاني أن يكون الإبطال بدليل معقول، مش هذا لا ينفع وهذا لا يصلح، بمعنى أن تبطل هذه الصفة بدليل معقول مقبول حتى تبقى أحد هذه الأوصاف. الثالث أن يكون الحكم متفقا على تعليله بين الخصمين، معنى هذا الحكم الذي تريد أن تأتي له بالعلة أن يتفق الخصمان أن هذا الحكم معلل بمعنى له علة، لا يقول لك لا هذا مقصود به التعبد. فمثلا عند الإمام مالك إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، عنده هذا الحكم ليس معللا
بل الأمر للتعبد أنك تغسله 7 مرات إحداهن بالتراب هذا تعبدا، فلا تستطيع أن تأتي له لتقول له أنه إلا بمعنى يتفق الخصمان أنه معلل ثم تقيسه على سؤر الخنزير أو غيره. هل السبر التقسيم حجة؟ طبعا ورد كثير في القرآن الكريم مثل ذلك، عندما قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فالله عز وجل أورد يعني بمعنى كتقسيم في معرض الاستدلال ذكر قسمين ثم أبطلهما وجعل القسم الثالث هو الواقع. أخيرا عزيزي الدارس، سأتي لك بهذا التدريب من مسالك العلة. ما هي المسالك؟ الطرق من مسالك العلة النص أو القياس أو الاستصحاب، اختر الإجابة الصحيحة. السبر والتقسيم هل هي من شروط العلة أو من شروط حكم الأصل أو من مسالك العلة؟ صحح هذه العبارة. السبر هو حصر الأوصاف، السبر حصر الأوصاف، والتقسيم هو الاختبار لها وتنقيحها. ختاما في هذا اللقاء إليك هذا النشاط، أتمنى تطبق القياس على واقعة قياس الخمر على النبيذ، بمعنى تضعه في جدول وتوضح إجابتك بالشرح. خلاصة هذا اللقاء عزيزي الدارس، تناولنا في هذا اللقاء القياس، وقلنا هو إلحاق أصل بفرع بأصل في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة أو المساواة الفرع بالأصل في الحكم لاشتراكهما في العلة. ذكرنا حجية القياس وأنه وقع الاتفاق أنه حجة في الأمور الدنيوية وقياس النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الحجية ذكرنا اختلاف العلماء فيها وأدلة من يقول بحجيته وأدلة من لم يقول بحجيته. ذكرنا أركان القياس وأنها الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة، ثم تحدثنا عن شروط كل ركن من هذه الأركان، وأخيرا تحدثنا عن مسالك العلة التي يطرق معرفة العلة وشروط هذه المسالك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا إلى كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.